أعادت تصريحات وزير المالية المصري حول انخفاض إيرادات قناة السويس من نسبة 60% جراء استمرار التوترات في البحر الأحمر، أعادت طرح الأسئلة حول خيارات القاهرة لمواجهة تأثير هذه التوترات. واعتبر خبراء أن الخيارات السياسية المتاحة لمصر تكون عبر الحفاظ على السبل الدبلوماسية وتكثيف حركاتها السياسية مع جميع الأطراف للوصول لتوافق دولي لتأمين استقرار منطقة البحر الأحمر، وليس فقط تأمين حركة السفن. في حين رأى خبراء آخر أن القاهرة لديها خيارات محدودة للتعامل مع الوضع الحالي، ولا تستطيع وحدها التعامل مع هذه التوترات على رأسها الحرب في غزة، معتبرين أن خيارات القاهرة لمواجهة انخفاض إيرادات القناة تكون عبر زيادة الصادرات بجميع المجالات لضمان تدفق الدولارات بشكل منتظم. قالت صحيفة أمريكية إن الكونغرس يناقش مشروع قانون يهدف لمعاقبة الجهات التي تساعد الحوثيين في هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وأضافت أن مشروع القانون الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مجموعات أو أفراد تساعد هجمات ميليشيا الحوثي على الشحن الدولي في البحر الأحمر. ومن واشنطن معنا للمزيد حول هذا الموضوع مراسل حدث بيير غانم. مساء الخير لك بيير، معك نتابع التفاصيل حول هذه العقوبات وحول يعني من هي الأفراد أو الجماعات التي قد يكونوا يحكون عنها بهذه الحالة. أعتقد أن العنصر الأهم الذي دخل خلال الأيام الماضية هو أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي يرون أنه من الضروري تشديد العقوبات على ميليشيا الحوثي وعلى أي طرف من الممكن أن يساعد الحوثيين. هناك مشروع قانون مهم جدا تم تقديمه في مجلس النواب الأمريكي وتم إقراره في الجولة الأولى، وهو يدعو إدارة بايدن إلى تصنيف الحوثيين ليس فقط كتنظيم إرهابي إنما كتنظيم أجنبي إرهابي، وهذا يشدد الكثير من العقوبات على الأفراد الذين يعملون من ضمن تنظيم الحوثي، وأيضا على الأشخاص الذين يتعاونون مع الحوثيين. هناك الكثير من المخاطر التي تسبب بها الحوثيون خلال الأشهر الماضية. الإدارة الأمريكية تعتبر أن الهجمات في البحر الأحمر هي هجمات إرهابية. أعضاء كثيرون في الكونغرس الأمريكي يريدون أن يشددوا أكثر من الموقف الأمريكي ويضعوا الحوثيين على لائحة التنظيم الأجنبي الإرهابي. طيب فعليا بيير، يعني ما هي الخطوات المنتظرة إلى الآن؟ ما الذي يعني نتوقع أن يحصل أو أن لا يحصل في إطار هذه المساعي؟ القانون الذي أتحدث عنه لو تم إقراره في مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج إلى توقيع الرئيس الأمريكي، وهنا تقوم بعض العمليات السياسية. بدون شك أن إدارة بايدن قد لو صح التعبير تعبت من التعاطي مع الحوثيين، لكنها تبقي الباب مفتوحا أمام إقراعهم بتغيير تصرفاتهم في البحر الأحمر وأيضا على الأراضي اليمنية. ربما تبقي الدبلوماسية الأمريكية بعض الوقت أو الباب مفتوحا أمام المزيد من المحادثات مع الحوثيين، ولكن الكونغرس الأمريكي لو أقر هذا القانون بنسبة عالية جدا سوف يكون الرئيس الأمريكي مجبرا على توقيعه أو القبول به حتى بدون توقيعه. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات مراسل الحدث من واشنطن بيير غانم. ومعنا من واشنطن أيضا مستشار الحدث للشؤون الأمريكية دكتور وليد فارس. دكتور وليد مساء الخير. عندما يتم الحديث عن هذا النوع من العقوبات هو فعليا يعني لوضع ضغوط على الحوثيين، ضغوط واقعية وقوية، أو هي محاولة إنذارات مع فتح باب الدبلوماسية مفتوح، مع ترك باب الدبلوماسية مفتوح؟ باعتقادي كما رأينا الباترن يعني العادة للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن، نعم. يعني هكذا قرارات تأتي من اتجاهين، اتجاه المنطقة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية يتذمرون لواشنطن أن الحوثيين يقومون بكذا وكذا إلى ما هنالك، وشركات عديدة تتضرر من الحوثيين أيضا تضغط على الإدارة، وبنفس الوقت الكونغرس كما قال الأستاذ بيير يضع هذه المشاريع. هذه المشاريع بحد ذاتها لن تلزم أو تجبر الرئيس أو الإدارة بأن يقوموا يعني بالحذافير ما يطلبه الكونغرس، ولكنه ضغط إضافي. اعتقادي أنا من مراقبتي
أن السياسة العامة لهذه الإدارة تبدأ من رأس النظام في إيران إلى الميليشيات في الهلال القصيب ولبنان حزب الله والحوثيين، تريد أن تضع حداً لتصرفاتهم، ولكن ليست بعد أخذ قرار لضربهم أو لتجريدهم من سلاحهم. هذا قرار حرب غير موجود حالياً في واشنطن ولا تحت هذه الإدارة. هو بطبيعة الحال يعني هذا الخبر بالتحديد يتحدث عن أفراد أو جماعات، وبالتالي يعني لا يتحدث عن دول، وهنا يعني نسأل عن إيران. لماذا الاستمرار كذلك يعني عدم التصويب على هذا الموضوع بهذه الطريقة برأيكم؟ أصوات كثيرة تأتي من المنطقة، إما بالإعلام أو حتى من الحكومات مباشرة أو عبر الثينك تانكس هنا في واشنطن، تسأل الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماماً ما تقوم به إيران وميليشياتها، لماذا لا تقوم بذلك؟ لأنه يجب أن يعرف السائل أن هنالك لوبي للنظام الإيراني ممول وقوي وقادر ودخل إلى داخل البيروقراطية الأمريكية، وهذا هو لب الموضوع. يعني ليس هنالك بتقديري أنا إدارة، لنضع ترامب وأوباما إلى جنب، كإدارة بوش مثلاً، إذا تم الاعتداء على أمريكا تتخذ هذا القرار، إذا لم يتم الاعتداء لا تتخذ هذا القرار. الآن السياسات منذ إدارة أوباما بتقديري، منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني، هنالك من يريد أن يحمي هذه المصالح، وبالتالي مهما قام الكونغرس والتقارير لن يغير رأيه. وإذا أتت إدارة كإدارة ترامب سوف تغير كثيرا، كما رأينا بين 2017 والألفين من انتزاع أو من إيقاف الاتفاق النووي الإيراني ووضع الباسداران الحرس الثوري على لائحة الإرهاب. إذن هنالك اتجاهان لكل إدارة متمسكة بهذا الاتجاه في هذه المرحلة. طيب، ولكن يعني أيضا توجه دائما هذه الإدارة بالتحديد إلى الحفاظ على باب الدبلوماسية، ما المكاسب التي تحققها الولايات المتحدة؟ لأنه بأوقات سابقة عندما رفعت الحوثيين عن لائحة الإرهاب قوبلت بهذه الاعتداءات اليوم على الملاحة، وبالتالي لماذا ترك باب دبلوماسية مفتوحا دائما؟ لأدخل كما يقال كيلومترا داخل هذا التفكير في الإدارة. الإدارة بحد ذاتها هي أجهزة تخضع لقرارات البيت الأبيض، المكتب البيضاوي. خارج الإدارة هنالك لوبيات، وهذه اللوبيات ليست فقط لوبيات إيرانية أو إخوانية أو إلى ما هنالك، هنالك شركات وهنالك مصالح كبرى. إذا دخلت هذه الكتل الاقتصادية في سياسة معينة، مثلا اتفاق النووي الإيراني 150 مليار دولار، هناك مليارات من الدولار ستربحها بعض هذه المصالح، وبالتالي هي تضغط بكل قوتها على الإدارة. إذن القرار بنهاية المطاف ليس قرار استراتيجي قومي يقوم به بيروقراطيون يعني يطلعون على القرارات النهائية. هناك جزء آخر من هذا القرار يضغط على الوزراء، يضغط على الرئيس بايدن، يضغط على شركائه في الحزب الديمقراطي أو بالتنظيم الذي يدعمه. وبالتالي هذا معروف في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط لهذه الإدارة، كل الإدارات تعاني من الضغوطات الآتية من خارجها. وفي هذه المرحلة إيران نجحت، القيادة الإيرانية نجحت بالدخول إلى هذا اللوبي، وهذا سلاح سياسي ليحمي مصالحها. طيب، يعني هلأ الآن ننقل أخبار عاجلة، نحن تتحدث عن أنه العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على إيران تطال شركتين وأربعة أفراد لتورطهم بهجمات سيبرانية. بالأمس الأوروبيين فرضوا عقوبات جديدة على إيران توسع العقوبات على المسيرات لتشمل الصواريخ. هناك من يقول دكتور وليد أنه أصلا هذه العقوبات ما زالت شكلية، يعني هي فعليا لا تمس بالقدرات الإيرانية، قدرات النظام الإيراني من ناحية إرسال الأسلحة. يعني لماذا فتح ترك هذا الباب مفتوحا بهذه الطريقة كذلك من ناحية الإجراءات؟ أنا بنظري يجب أن ننظر إلى لماذا تتخذ هذه القرارات وأين هي الحدود. يعني الذي يتخذ القرار في الإدارة أو في البيت الأبيض أو الأجهزة عنده ضغطين. الأول، لا يريد حسب تعليمات الرئيس والقيادة هنا أن ينهي مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، هذه سياسة قائمة وستستمر قائمة حتى نوفمبر. ومن ناحية ثانية الأجهزة العسكرية والدفاعية والاستخباراتية تقول وتفيد القيادة في البيت الأبيض أنه إذا لم نضع حدا لهذه التصرفات سيكون الثمن أغلى فيما بعد. لذلك النتيجة تأتي بين الضغطين، أنه سياسة من ناحية تقول أنها تضغط وتقول أنها تستوعب، ولكن عمليا لا تذهب إلى الحد الذي تفضلت به، والذي كثيرين يتساءلون لماذا لا نذهب في مواجهة المحور الإيراني إلى أبعد الحدود، لأن هنالك في اتفاق نووي إيراني. لذلك نرى هذه السياسة، لو سمحت لي أن أستعمل المتذبذبة، يعني تذهب طورا في موضوع الكونتينمنت وطورا
طيب بس أن بس اليوم رافائيل غروسي رئيس وكالة الطاقة الدولية يعني يتحدث عن أنه إيران بعيدة أسابيع وليس أشهر عن صناعة وإنتاج سلاح نووي. فيعني ما الحجج الموجودة ما زالت لدى أمريكا بظل موضوع الاتفاق؟ يجب أن ننتبه أن هذا التصريح وهكذا التصريح أحيانا مسؤولين أمريكيين في الإدارة يقولونه، يقولون أنه إيران سوف تصل، ولكن ما لا يقولوه هو السياسة التي سوف ينفذونها، إن إيران سوف تصل إلى هذا الحد يجب أن نتفق معها، لا يقولون سوف تصل إلى هذا الحد وبالتالي يجب أن نضرب جهازها العسكري. يعني يجب أن ننتبه ماذا يعني عندما يقوم مسؤول أوروبي أو أمريكي من الداعمين الاتفاق النووي الإيراني أن يقولوا لا تلعبوا مع إيران لأنها قد تصل، وبالتالي يجب إقناع إيران عبر المفاوضات وعبر هذه الصفقات المالية أن لا تقوم بذلك. بينما أعضاء في الكونغرس يقولون عندما يقولون إيران تقترب، هم يقترحون أن تتخذ إجراءات عملية ضد هذا السلاح. شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن مستشار الحدث للشؤون الأمريكية دكتور وليد فارس.